واحدة بتقول لينا جارة كثيرا ما تطلب مننا فلوس ونحن نشعر أحيانا باحتياجها ونعطيها، ولكنها لا ترد ما تأخذه. وانت عشان عايزاها ترد يبقى كأن دي سلفية مش عطاء. ادي وما تحطيش في مخك ان اللي بتديه يرجع ليك، خليه عطاء مش قرض او سلفية. بتقول عشان كده احيانا نقول لها ما فيش فلوس واحنا معانا فيصبح كده. اذا ما قدرتوش تدوا كل حاجة ادوا حاجة ولو بسيطة عشان تبقوا نفذتوا الوصية بتاعتهم سألك فاطح، لكن تردوهم خالص وما تدوهمش يعني. جايز ناس طمعانين في محبتكم وشعرين انكم جيران كرماء وكويسين، ما تخلهمش يفقدوا الثقة بيكم.